تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرا آحادا. أدب قديم وحكمة بالغة قيلت سابقا، وما أحوجنا لها اليوم كي نغض الطرف عن بسيط الاختلاف ونكون كأمة تسمو واحدة موحدة تجمعها كلمة سواء ويسودها التآلف والمحبة والوئام. لذا تقيم مرجعيتنا مرجعية السيد الصرخي الحسني مهرجانها الموسوم الحسين نهج التعايش بين الأديان. وخير ما نبدأ به مهرجاننا هذا تلاوة آي من الذكر الحكيم يشنف أسماعنا بها المقرئ السيد فاخر الموسوي، فلنستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى
أموالكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.